قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز الشيخ جابر الصحي في منطقة بربار ومركز البديع الصحي بالمحافظة الشمالية. نعم، هذه الجولة التفقدية جاءت للتأكد من جاهزية المراكز الصحية في المنطقة الشمالية تمهيدا للتشغيل التدريجي في المنطقة بعد أن تم تطبيقه في محافظة المحرق. بعد بدء العمل الفعلي لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة المحرق، ها هي مراكز المحافظة الشمالية تستعد لبدء تشغيل مراكزها ذاتيا والوقوف على جاهزيتها لتطبيق برنامج اختر طبيبك، مع الحرص على وجود مركز لاستقبال الحالات الطارئة والعاجلة. اليوم الحقيقة في زيارة حق المراكز في المنطقة الشمالية، على أساس احنا بنبتدي إن شاء الله نظام تطبيق التأمين الصحي بالنسبة للصحة الأولية في المنطقة هذه عقب المحرق. وطبعا استفدنا من تجربة المحرق، فكل الأشياء اللي استفدنا فيها من المحرق بنحاول نطبقها هنا. هذه الحقيقة يعني الحجرة احنا فيها حجرة للإسعاف الحالات الطارئة التي حق المركز، والحجرة مثل ما تشوفون مهيئة لكل الإجراءات. وهذه بيكون تقريبا في كل محافظة بيكون في على الأقل واحد أو اثنين من المراكز من المركز الحالات المستعجلة، وهم مفتوح 24 ساعة يعني 7 أيام في الأسبوع. يأتي تطبيق برنامج التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الأولية ليؤكد على أن البرنامج الحالي يتيح للمرضى وضع خطتهم العلاجية مع طبيبهم المختص. اختيار الطبيب اللي هو مهم بالنسبة لي، وذي معناته أن بتكون في مواصلة ومداومة واستدامة بين العلاقة بين الطبيب وبين الأسر اللي يعالجها. الأسر تتعالج عن طبيب هم اللي مختارينه وليس طبيب فرض عليهم. في مقدورهم أنهم إذا ما كانوا مرتاحين مع طبيب معين أو مثلا من علاج معين يغيرون هالشيء دي بخاطرهم وبرغبتهم، وذي يعني مجال مفتوح لهم. وأعتقد أن ذي يعني مبادرة جدا كبيرة، وتطبيقه إن شاء الله بيكون له أثر جدا طيب على طبيعة المعاملة بين المواطنين والجهاز الطبي الموجود عندنا في الرعاية الأولية. التطبيق التجريبي في محافظة المحرق لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المحافظة الشمالية للوقوف على جاهزيتها والتأكد من التحضيرات التي تمت في الإطار ذاته، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع لضمان سلامتهم وسلامة المستفيدين من الخدمات الصحية. هذه الخطوات التطويرية التي طالت خدمات الرعاية الصحية الأولية تتيح الفرصة أمام المرضى لاختيار طبيبهم ليحصلوا على الرعاية الطبية التي ترقى إلى تطلعاتهم. خدمات متنوعة، رعاية صحية كاملة، سيتم العمل بها من خلال برنامج متكامل سيتم تشغيله تدريجيا في المحافظة الشمالية، وذلك بمنح المواطن الحرية في اختيار مساراته العلاجية بما يتناسب مع حالته الصحية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.